لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، أساتذة الأعزاء وزملاء الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم حول موضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الحاضرون، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تُرحل، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية الأبدية السرمدية التي جاءها للناس كافة أحمرهم وأصفرهم